خلاص طيب انا مش هعمل كده تاني. اسامحك ازاي بعد ما نجزت لك كباريه؟ تصدق عربي؟ هتصدق ان شاء الله، اول ما هيشوفوا الصيغه اللي افتراعتها هيتسربعوا. ولا ها انا النهارده مش هضرب رقم قياسه وبس، ده انا هضربه لما يبلو صاحب، وكل الكفر هيتشرف ان فيه واحد منكم دخل الموسوعه وحينكتب اسمه بحروف من النور الضايا ستي. وهتضرب رقم ايه بقى ان شاء الله؟ انا هاخد لقب اكتر واحد اتكسف وتكرس قدام العالم كله. الف مبروك يا احمد يا ستي. قعدوا يكركسولك ليه؟ عايزين منك ايه؟ عايزينك توسع لهم الطريق. هتعمل ايه ساعتها؟ هعمل ايه؟ قول لي ابوس ايدك يا معلم. ولا تسال، يكلكس مهما يكلكس، هيكون مين اللي بيكلكس لك يعني؟ عيل توتو ورث قرشين من امه ولا من تيتو ومعاه بنت منحرفه ضاربين ورقه عرفي ومش لاقيين مطرح، توسع له ليه؟ هو كان شارع ابوه ولا كان شارع ابوه؟ لا لسه ما جاليش الرمز الانتخابي، منه لله المخفص ليط، كان زمان واخدها بالتزكيه من غير رمز ولا دوله. هو ايه الرمز الانتخابي ده يا ضياستي؟ في امريكا بيدوا لكل مترشح رمز انتخابي عشان الامريكان اللي ما بيعرفوش يفكوا الخط لما يدخلوا اللجنه يعلموا على صوره الرمز بدل الاسم. طب ما تعمل زيهم يا ضياستي عشان الناس كلتها تعرف تصوت عليه. صوتوا عليك بدري يا بعيده. بتقول ايه يا جان؟ ها؟ ايوه، لازم نكسب اول معركه حتى لو كانت هايفه او بسيطه. حكمنا ساعه الهيافه مفيش اهيف مني.